لذكرى الإبادة الجماعية التي حصلت في وسط أوروبا، ولكن بعيداً عن العالم أجمع وعن أعين جميع الناس. تحية لشعب البوسنة العزيز. لوين رايح؟ يلا 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 تعال تعال. استنوا، مامو بيسلم عليك. لك وين ميرنا؟ لك شو صار لك؟ جاوب. ميرنا بغرفتها. استنى تعال انت، انا بشوفها. ماشي يلا بسرعه. ميرنا، ميرنا ما انا بغرفتها، ميرنا ما انا بغرفتها. لازم نعمل ترتيباتنا
جوات الضيعة. طبعا يا ابني طبعا، ان شاء الله خير يا ابني. تعالوا فيليب مان، فيليب مان قاتلينه لفيليب. فيليب مين اللي عمل هيك؟ فيليب كانوا كتار اللي متجمعين، كنت مارق من هون لما سمعت ضجة خفت وتخبيت. فيليب ابني فيليب. بعدين لما ما عاد سمعت صوت جيت لهون ولقيت فيليب مسطع على الأرض وكلها بدم. فيليب يا ابني افتح عيونك، يلا فيليب احكي معي. مو معقول تموت يا فيليب، مو معقول تموت. جدو فيليب مات. مستحيل فيليب، فيليب فيليب لا تموت يا ابني، لا تتركنا يا فيليب. مراد ابني اعمل اي شيء، حاول شوي ابني. فيليب فيليب لك الله يلعنكم يا مجرمين. هاي إزا. أهلا وسهلا. فكرت فيليب اللي إجا. أهلا وسهلا جدي. أهلي بنتي. ما بتتخيلوا شو صار معنا. أنوار خد وقل على غرفتك. ماشي جدي. شو صار؟ شو القصة؟ احكوا شو صاير؟ شو القصة؟ خالي عادي شوي بترجاك. شو عم بصير؟ شو القصة مراد؟ خوفتني. اللي فيليب وينه؟ خالي بصراحة مالي عرفان شو بدي اقول. ما صار شي لفيليب ما هيك؟ ما صار شي يا مراد، قول انه ما في شي. بترجاك قل لي انه ما في شي، بترجاك. فيليب ما في شي، قول ما في شي. البي بحياتك. ساعدوني ساعدوني ارفعوا لرجليها. استنى لحظة. ايه ارفعوني فوق. تأكدوا من كل الطرقات، بدكن تجيبوا لي اياهم من تحت الأرض، فهمتوا علي؟ جيبوا لي هالواطي وأنا بدي أقده بإيدي. لك يلا. بدي روح شوف ابني. استني شوي، إذا طلعتي رح تتعبي أكثر. آه ودوني لعند ابني فيليب بترجاكم. خلي طولي بالك شوي، ما بيصير تطلعي هلا، بتعرفي انه ضغطك مرتفع. ما فيني ضل قاعده هيك من دون ما اعمل شيء. مالي قدراني ضل قاعده وابني هنيك بعده مرمي على الارض. بدي روح شوف ابني بس، بترجاكم خدوني لعنده. خلوني شوف ابني حتى لو كانت آخر مرة، بترجاكم خدوني لعند ابني، بترجاكم. ماشي جوانا. طيب ماشي يلا امشوا معي يا شباب. يلا عايدة انتبهي على ورق. ماشي ابني. يا فيليب جدي ديروا بالكم على حالكم وانتو كمان. معقول اللي عم بصير عنا يا انور؟ وا
وائل لساته كتير صغير، كيف رح يفهم انه ابوه مات؟ ونحنا كيف بدنا نخبره بهيك شيء؟ والله انا رأيي ما نخبره هلا. يعني قديش لسه بده يموت ناس؟ كيف رح تكون النهاية يا ترى؟ هدول شكلهم ما رح يوقفوا، والشي الوحيد اللي قدامنا هلا انه نتسلح. اصلا لو كان في معنا سلاح فيليب ما كان ميت هلا. انوار حبيبي، هلا انت بتوثق برفيقك اللي هنيك ما هيك؟ لا تخافي حبيبتي، قلت لك من قبل انه كل شيء رح يكون منيح. وبركي كان خلدون شاكك، يعني بركي كان ملاحقنا. خلدون ما شافك، خلاص لا تخافي. بعدين لو شو ما صار ما رح اتركك. عمري Zaspimi, zaspite, tence. Zaspimi, čelani. Zaspimi, zaspite, tence. Zaspimi, čelani. لحظة. مصطفى ابني، فوت فوت. شو كنتوا عم تستنوا حدا تاني؟ أهلين بابا، الحمد لله على سلامتك. اشتقنا لك كثير. الحمد لله على السلامة يا مصطفى. انشغل بالنا عليك كثير. وأنا كمان كان بالي مشغول عليكم. الحمد لله يا رب، طالما رجعت بالسلامة ما عاد بدنا شيء. مصطفى، خلصت الحرب يا مصطفى. أهلين يا ابني. يا ابني حبيبي. حبيبي انت يا حبيبي. ايه، ما قلتوا لي ليش كنتوا خايفين هيك؟ ها؟ لا تذكرنا. بغيابك صارت كثير شغلات هون. لك يوم واحد بروفي على بلغراد بتخرب الدنيا هون؟ بدي اعرف كيف هربت البنت. انا متاكد اني قفلت الباب، ما بعرف كيف هربت. كيف يعني ما بتعرف؟ ما قدرت تكون مسؤول عن هيك شغله بسيطه؟ اسف كثير. انت طلعت واحد فاشل، الله يلعنك. عم تبهدل قدام رجالي بسببك انت. طول بالك، حطيت خبر عند معارفنا ورح نلاقيهم اكيد. طيب قل لهم يقوصوا الزلمي اول ما يشوفوه، وبدي البنت عايشه، واذا قاومت خليهم يستعملوا القوه. مأمون لا تحكي هيك. خلاص نيكولاس، انت حقك بالحكي انتهى. رح اجيب لك ميرنا سالمه لعندك. ما عم افهم كيف قدرت تهرب؟ معقول ما حدا شافهم؟ هربوا مع صفوت. امبارح بالليل شفت الكلب سليم بسياره صفوت. لقيلي هداك البوسني وخليه يحكي. معقول يكون ماركو له علاقة بالقصة؟ لا مو معقول. ماركو مبارح المساء كان عند ريان وضل طول الليل هنيك. ليك أنا كمان ما لقيته. يلا هلأ دورك. لوين راحت ستي جوانا؟ قالت إنه بدها تمرق على السوق شوي، بس يمكن بعد شوي تجي. طيب وبابا ليش ما اجى لهلا؟ امبارح المسا وانت نايم اجا، قال انه رح يستاجر بيت وبس يفرشوا رح يجيبكم لعنده.
يلا وائل انا رح كمل لعب معك. اهلا وسهلا. بابا امي ليش ما اجت؟ خلصتوا كل شيء؟ ايه خلصنا. جوانا حبت تبقى بالمقبرة شوي كمان، رح يجوا بعد شوي. انا كتير مليت. لكان خلينا نروح نلعب طابة برا. ماشي. هوبا. يلا روحوا. يلا فوت ابني. لا بابا بدي اروح لعند الشباب اعطيهم مصاري، ومصاري فيليب راح اعطيهم لجوانا. شو نعمل؟ البيع كان سيء ما هيك؟ لا تذكرني، ما حدا اخذ مني، بس كمان ما قدرت ارجع والبضاعة معي، بعتهم لواحد صربي بخسارة، استغل الوضع. مصطفى راح تخلص على خير بإذن الله، ما راح يخلونا نبطل نصبر. يلا بخاطركم. مع السلامة. بأمان الله يا ابني. شو ما عنده ضمير؟ كيف بيعمل شو هاد؟ والله حرام عليك، شوف كيف الغضب مسوتي وين ما كان. كيف مالهم مخليين شغل؟ كيف خربوا كل شيء؟ معقولة هيك؟ احنا نبهناكم من قبل. معو الشغلة لساتها بأولها. أنا فرشي. لا ترد عليه، خلص لا ترد عليه. ليكون بكفي. حل عني يا. يلا روح. يا حرام. عندك شيء؟ ايه عندي. ضل هون طول الليل؟ اي ساعة اجا؟ وانت ليش عم تسأل؟ جاوبني هلا. اجا لعندي المساء وضل طول الليل هون. غيره؟ شو صاير؟ مامون عم يستناك بالبيت. شو القصة؟ رايح شوف شو صاير. يلا بشوفك. شوفك. لأمتى بدي خبي اللي صار عن وائل؟ طول الوقت عم يسأل عن أبوه. أنا كيف بدي أقول هيك شي للولد؟ آه كيف بدي أقول له؟ لا تحكي هالحكي، لازم تكوني قوية يا جوانا. وائل هلأ كتير محتاج لك. طبعاً خالد، بعدين نحن رح نضل معه كمان، رح نعمل كل شي منقدر عليه منشان ما يتأثر، وإن شاء الله ما بيحس إنه فائد أبوه، ما هيك؟ طبعاً. طيب هن ما بلشوا بالتحقيق؟ ما في شي شهود على اللي صار؟ لا، لو شفتوا وقاحة الضابط وكيف كان عم يحكي معي شوي تانية كان رح يحط الحق على فيليب، لأنه سلمت مأمون نحن عم ندفن ابني بالتراب، كان في اثنين وقحين واقفين عم يضحكوا علينا. ايه شو عملتوا؟ شو بدنا نعمل؟ ما كان فيني اعمل شيء، سويت حالي مو شايفته، حتى بكي ما بكيت. ما بدي فرحهم بهالشيء. طيب طولي بالك. بابا طول الليل كان عم شبك مرضاشي. كل اللي صار بسببي. شو اللي صار؟ ميرنا. صاير شي لميرنا؟ ميرنا هربانة يا أستاذ. شو؟ كيف هربت؟ غرفتها كانت مقفولة. أبوك كمان فكر حاله إنه قافل عليها، وغفي هون من كثر ما شرب، استغلت الفرصة وهربت. شفت شو طلع من البوسنيين اللي بتحبهم حضرتك؟ افتح عيونك يا ماركو، هدول كلياتهم خونة.
عمي هذا الحكي مانو مهم هلا، ميرنا هربانة، شو رح نعمل؟ هاي القصة اترك لي اياها، بكره بشوف كيف رح تيجي لعندي مثل القطة وهي عم تضحك وتلعب. لما تأخرت قلقت عليك، فكرتك انكمشت. تعي لعندي، تعي تعي. خلص بقى لا تضلي قلقانة، شوفي كيف كل شيء عم يمشي تمام. يلا خلينا ناكل هلا، أكيد بتكوني جوعانة. يلا. يا ترى صفوت بيكون وصل على الضيعة؟ على الأغلب بيكون وصل. أنا خايفة إنهم يعملوا في شيء بسببنا. ليكا صربيا الكبرى، لا تنسوا وين ما يكون في شخص صربي بتكون الأراضي صربية، لا تنسوا، لازم الصرب كلهم يتوحدوا هلأ. لصربيا الكبرى، لصربيا الكبرى. إذا بيطلع قرار الانفصال بالاستفتاء مثل ما قال الجنرال بيرجو فيرجا، الدم رح يوصل للركب وقتها، لازم نخلص منهم كلهم. وإذا حدا ضل بينحبس ممنوع يرجعوا لهي الأراضي مرة تانية. رح نقتلهم كلهم، ما رح نخلي ولا واحد منهم عايش. موت للبوسنيين، خلينا نقتلهم. موت للبوسنيين، موت للبوسنيين، ما يضل ولا واحد. الموت للبوسنيين. هذا الاستفتاء ما رح ينضم له ولا واحد صربي. إذا عرفت انه في شي واحد انضم له ما رح ارحمه، فورا رح اعاقبه. ما رح نمنع البوسنيين طبعا. نحن قلنا لكم كلمتنا يا نوار. اما هن اذا بدهم ايانا نقتلهم فبيكونوا جنوا على حالهم. وهلا شو رايكم بعرض صغير؟ مشان نكسر فيه راس الخونة. ايه خلينا نخوفهم مشان ما يتحركوا ابدا. ما بدنا نخلي احد فيهم يموت مشان ما يتحركوا ابدا. ما رح نخلي ولا واحد، ما بدنا نخلي ولا بوسني بهي الاراضي. فرانكو رح يقول لكم شو رح تعملوا بالضبط. يلا خلينا نروح لنشوف. هاي الاراضي اراضينا، رح نخلص عليهم. ما رح نرحمهم، نفرجيهم مين نحن. هاي اراضينا، رح نفرجيهم مين نحن. رح نقتلهم واحد واحد، ما رح نرحم حدا. في اخبار شيء؟ عرفتوا لوين هربانين؟ لا لسه، بس هداك صفوة البوسني تقريباً نص ساعة وبيوصل لهون، فوراً رح نمسكه. تعرف شو رح تعمل؟ بدنا نقتل واحد واحد. خلينا نقتل الكل، خلينا نقلع عيون، رح نذبحهم من رقابهم. يا جماعة، ما عدا درابجون كل الصرب أصحاب المحلات بلشوا يعادونا وعم بيلمحولنا إنه رح يصير لسه شغلات أسوأ من هيك. شو رح يصير أسوأ من هيك؟ كل يوم في شي جديد، الجرائم والخراب والسرقات. يا حرام يا فيليب، كان زلمة كتير منيح. وخسارة خليل عم تضايقني كتير. ما بقي معنا مصاري مشان نشتري بضاعة جديدة، ما عاد فينا نعمل شي. أنا قررت انتقل من هون. لا يا أمير، لا تستسلم بهالسرعة، لا تستسلموا بهالسرعة. بس أنا مضطر فكر بعيلتي وولادي، بلكي حاولوا يؤذون، ما في شي بيمنعهم. يا جماعة، هدول بدهم يانا نفكر بهالطريقة، مفكرين انهم رح يخوفونا ويخلصوا منا. ما بدنا نعمل اللي بدهم ياه. نحن لسه ما بلشنا باللعبة أخي، أنا داء خلقي وما عاد أقدر استنى. أنا متأكد انه رح يعملوها تحتهم لما يشوفونا قدامهم. مزبوط. معك حق. لا تبالغوا، كله على بعضه شقفة عرض صغير، لو بدنا نقطع راس كم واحد بوسني وقتها معك حق. هالشغلة كمان مو بعيدة، رح تجي هاي الأيام، بس اصبر شوي. لك شو هاد؟ شو عم تعمل انت؟ هاي دقن. لك هاي دقن تركيب، ما انك شايف مثله من قبل؟ ما فهمت عليك. لك هذا لساته ولد. ليش؟ هيك مو فينا نخوفهم البوسنيين أكتر؟ في منا كمان؟ أعطيني وحدة إلي. إيه في؟ حطها لنشوفها. حطها لنشوف. حطها.
يلا صرنا يا كبرى. خلينا نروح. يلا امشوا. يلا 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 امشوا شباب. صدق اللي شفته من شوي. أنا لازم روح أخبر بابا. ما في طلعة، عود محلك لشوف. لازم روح لهم، بخاف إنهم يعملوا فيهم شي. أنوار قلت لك تعال هون. يلا ستي، خلينا نروح على بيتنا ستي. خديني على بيتنا. طيب حبيبي هلا منروح. يا حبيبي. عايدة وين شنطتي؟ جوانا معقول تطلعي هلا؟ بتعرفي انه الطلعه خطيره؟ ايه خالي جوانا خليكي هون لا تروحي. ما هن خلص عملوا اللي بدهم يعملوا، ما عاد يقربوا علي. هالمكان رح يكون مركز اجتماعاتنا، وهيك منبين انه نحن قاعدين بالقهوه بشكل طبيعي. ما بظن انه رح يجوا لهون، بس اذا صاروا فات لهون حدا منهم على القهوه حاولوا انه ما تبينوا شيء، تصرفوا بشكل طبيعي. صالون بيت كتير كبير، نعمل اجتماعات هنيك. برأيي انه الاجتماع بهالعدد ببيت ممكن يلفت الانتباه، القهوة بتضل احسن. مراد معه حق يا شباب. شفت بافي لليوم الصبح وعم يقول لي انه في واحد من الصربيين منبهه انه ما يقرب على الاستفتاء، والزلمة خاف منهم طبعا. اتركهم مثل ما بدهم، نحن بدنا بوسنا وهرسك، وبنقدر نعيش كبوسنيين وصرب وكرواتيين بدون مشاكل، وبنقدر نعيش مستقلين كمان. بس الصرب ما بدهم حدا غيرهم يكون موجود بهالأراضي،
ونحن لهالسبب هاد بدنا نكون مستقلين عن أي حدا. مزبوط الحكي. هلأ ما عاد فينا نتحمل إنه نعيش بهاي الطريقة الوحشية اللي عم تصير. مزبوط كلام. مزبوط كلام. مزبوط. هذا ظلم. بالضبط. نحن حقنا كمان مستقل. بس كرواتيا كمان استغنت عن شوي من أراضيها مشان تقدر تاخد استقلالها. ومثل ما بتتذكروا هني اعتبروا هذا الشيء فرصة كبيرة. يا ترى نحن عن شو بدنا نتنازل؟ نحن ما في عنا أراضي مثل اللي كانت مع الكرواتيين وما عنا مزارع نستغني عنها. بس مع هيك دولتنا رح تكون مستقلة وكاملة. يسلم تمك يا أخي. كتير حلو كلامك. كلامك حلو. يسلم تمك. حلال عليك. حلال عليك. كلامك حلو كتير يا مراد. هذا هو الكلام الصح. أوه. احكي لوين راح؟ إذا ما حكيت ما رح تضل عايش. بقى نصيحة تحكي. مفكرين انه رح يخوفونا قبل ما يبلش الاستفتاء. مفكرين اذا عملوا شويه ضجه بنستسلم؟ انتوا عن جد مو خايفين؟ هدول هن ماشيين عم بيقولوا الموت للبوسنيين. نحن صار لنا سنين طويله عايشين بهالمكان ودائما كان في تهديد وهجوم علينا منهم. اذا انت خايفه لهالدرجه فيكي تروحي. عائده، لو اني خايفه ما كنت اجيت لهون. يا بنات اسمعوا، نحن كلياتنا اعصابنا تعبانه. حبيبتي داليا خلص لا تقلقي، بس يجي الوقت المناسب رح نتصرف معهم التصرف المناسب. على فكرة أنا كتير معجبة بهدوءكم وثقتكم بحالكم. أنا بدي روح لعند بابا أمي. ما شفتي أنوار رح لهنيك؟ لا تطلعي هلأ، الطلعة خطرة كتير. أمي ماني قدراني ضل قاعدة هون، بدي روح. استني أنا كمان جاي، لازم أحكي مع مراد بشي ضروري. وبلا ما تروحي لحالك كمان. انتبهوا لحالكم. حاسة إنه نحن قاعدين على بركان رح ينفجر. صار لازم الشباب يبلشوا بالشي اللي عم يخططوا له بسرعة. ما انك شايفة كيف هدول ما عاد شافوا قدامهم؟ ايه وانا هيك رأيي. معك حق. نحن صربيين موتوا بوسنيين. نحن صربيين موتوا بوسنيين. نحن صربيين موتوا بوسنيين. نحن صربيين موتوا بوسنيين. نحن صربيين مصطفى.
اهدوا شوي يا شباب، اهدوا شوي. الموت للبوسنيين، الموت للبوسنيين، موتوا بوسنيين، 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 موتوا بوسنيين. يلا خلينا، شو هذا يا خلمي؟ عدوا يا شباب، خليكم هادين ولا تردوا عليهم. شفت شو عم يخفوا علينا؟ استنى والله يا اخي الوضع صار. استنى لحتى يصير الوقت المناسب، وقتها رح نفرجيهم قوتهم. موتوا بوسنيين، موتوا بوسنيين، موتوا بوسنيين، لوين وصلتن ولا؟ احكي، وين اميرنا؟ اعمل اي شيء، خلي هالواطي يحكي. انتوا بتعرفوا اني انا عشت الحرب الاولى كمان، وقتها كمان قالوا انه ما راح تصير الحرب، بس صارت. هلا ممكن تصير الحرب، كل التطورات عم تقول هيك. ان شاء الله ما بيصير. الله يبعدها. ان شاء الله ما بتصير. ما بدنا هيك شيء، ان شاء الله ما يصير. هدول الناس طول عمرهم كانوا هيك، لما واحدهم لحاله بيكون مثل الارنب، ولما بيجتمعوا كم واحد مع بعض بصيروا مثل هلا. هن مو متوقعين يطلع قرار الاستقلال من الاستفتاء، مشان هيك عم يعملوا هالقصص هي. عم يحاولوا يخوفونا مشان نبطل نستعمل اصواتنا. أنا بصراحة ماني حابب صدق إنه رح تبلش الحرب، يعني نحن هلا بنص أوروبا ورح نفوت على القرن 21 كمان. إذا صار شيء رح يكون سيء كتير. مزبوط، مجتمع أوروبا الاقتصادي والأمم المتحدة ورانا هلا، والكل هنيك عم يدعم استقلالنا. بس القائد الصربي كان اسمه كاراديتش، ما هيك؟ قال هديك المرة إذا أخذت البوسنة استقلالها رح تكون إيرلندا الشمالية منطقة سياحية بالنسبة للبوسنة. عم بيحكوا بشكل علني إنهم رح يهجموا علينا. أصلاً نحن معنا خيار تاني غير الاستقلال، يا أما رح نستقل يا أما رح نضيع جوات أحلامهم بصربيا الكبيرة ونموت على إيديهم. البوسنيين بحياتهم ما خافوا من شيء وما رح يقبلوا أنهم يعيشوا من دون شرف. مزبوط حكي بابا؟ برافو عليك بنتي. طبعاً نحن ما بدنا الحرب تصير، لو بدنا إياها كنا تصرفنا بشكل تاني تجاه كل اللي عم يعملوه. طالما هن ما أعلنوا الحرب بشكل صريح نحن رح نصبر، بس بنفس الوقت لازم نكون جاهزين لأي شيء. كسروا محلات البوسنيين والصرب ما عم يرضوا يبيعونا، شو بدنا نساوي هلا؟ رح نكتب قوائم بالأغراض اللي محتاجينها ونحاول نأمنها من برا. رح نبلش نلم مصاري. مين بيحب يدفع هلا؟ أنا. ماشي ممتاز، انتوا اثنين لموا المصاري أول شيء، جهزوا القائمة وروحوا جيبوا الأغراض ورجعوا. ماشي. هالمرة فينا نحلها بهالطريقة، بس بعدين شو رح يصير؟ رح نضل نشتري من برا؟ سجل اسمي كمان بشغلة الأغراض، أنا بعرف من وين وعند مين منلاقي الشيء الأحسن والأرخص. إذا ما قدرنا نبيع من الدكانة منبيع من البيت، مو مشكلة. إيه هيك ها يا أمير، لكن بدك تبقى معنا. أنا ما عاد بدي أعمل اللي بالدنيا، البوسنيين بحياتهم ما خافوا من شيء وما بيقبلوا يعيشوا بلا شرف، ما هيك يا بنتي؟ برافو عليك. برافو عليك يا أمير. معك حق. حلال عليك. برافو. هاد اللي بدنا إياه. حلال عليك. بس أنا برجع وبقول إنه لازم نكون جاهزين لأي شيء، بس بدون ما نخلي الصرب ينتبهوا. فهمتوا علي ما هيك يا شباب؟ طبعاً لازم ندير بالنا. لازم نكون منتبهين. طبعاً. لازم نضل مفتحين. نحن كأشخاص وحدويين ما رح ننضم للاستفتاء، لا تنساها. أوعك تغلط وتروح تستعمل صوتك يا ماركو. ليش صوتي رح يغير النتيجة؟ طالما ما بتقبلوا باستقلال البوسنة والهرسك، ليش ما بتفوتوا على الاستفتاء وبترفضوا الطلب إذا ما انضميتوا؟ ترفضوا؟ أنت كمان صربي لا تنسى. عمي أنا مو هيك قصدي، جاوبني على سؤالي. إذا الصرب ما انضموا للاستفتاء رح تضل الساحة للبوسنيين، وبطبيعة الحال رح تكون النتيجة معهم. هذا مو اسمه تناقض؟
طلعت ما بتفهم بهالشغلات ابدا. انت بتعرف قديش نسبة الصرب بالبوسنة والهرسك؟ 31%. حتى لو انضمينا كلياتنا ما رح تتغير النتيجة، بس نحن اصحاب هالاراضي الاصليين يا ماركو، وللأسف نحن لهلأ أقلية على هاي الأراضي. بس بكرة بتشوف، رح نركب الاستفتاء بطريقة يصير فيها عدد ينعد على أصابع الإيد الوحدة بأكثر مناطق المعباية. عمي، هلأ نحن مو قدرانين نعيش مع بعض مثل الأخوة؟ هذا حكي فاضي يا ماركو. هلأ صار وقت الانتقام، وانت لا عاد تطلع مع البوسنيين مثل قبل، لأنه شبابنا كتير حقودين بلا ما يعملوا فيك شي. عمو، ليش انت لسه خايف علي؟ بعدين انا ما حدا بيقدر لي. تمام، وست اشخاص كمان رح يراقبوا شغل الاستفتاء ورح نأمن سلامتهم. لهلا الوضع تمام، شو بقيان كمان؟ خلي النسوان كمان يشتغلوا هن بالبيت، يعني اذا عملوا شوية اكل للشباب ما رح تكون فكرة سيئة. جدو؟ هلا ما رح يصير مثل ما قالت ستي، ما هيك؟ يعني قالت انه بهديك الحرب العدس وال الرز. ايوه، قالت انه كل شيء انفقد وقت الحرب. ان شاء الله ما ترجع هديك الايام. ان شاء الله. جدو، طيب نحن شو بدنا نعمل؟ ليش ما عم تعطونا مهمات؟ شفتوا بنتي؟ ماشي ماشي، معناتها خلص الاجتماع. هلا اللي بده يروح يروح يا شباب. يلا ماشي، خلينا نروح. ايه، ليش ما عطيتوني الشغل؟ انت بتروح بتساعد امك. يعني انا بدي اقعد مع النسوان؟ هذا اللي ناقص. انور، هذا الشغل ما فيه صغير وكبير يا ابني، نحن محتاجين لكل واحد فيكم. انتوا عم تتعاملوا معي كاني ولد صغير. ماشي، اذا بيعجبكم ولا ما بيعجبكم، انا بدي اقول اللي عندي. اول شغله لازم نعملها هي انه نتسلح. هدول ما في عندهم مزح. امشي يا انور، يلا امشي. امشي احسن ما اوصل فورا. وانا ميرنا، انا عملت اللي علي. طول بالك شوي، روح زدته قدام بيته، خلي الكل يشوفوه بهالحالة. خدوه. خلدون، الظاهر طلعت بنحب بنتنا من كل قلبك. لو كان حدا غيرك كان عم يسأل هلأ وينه البوسني، أما أنت عم تسأل عن ميرنا، مع أنها ما بتستاهل بس يبدو أنها محظوظة. أنت ولا يهمك، رح نلاقي لك إياها. وينك انت لهلا؟ صلي شي ساعتين عم بستناك. هاي ليك بدي اجي. تعال هون. انا اسف ماركو، كنا بالقهوه والتهينا باللعب والحكي. قهوه شو حكي شو هلا مراد؟ خلص بحكي لك بعدين. انت ليش بعت لي خبر مع الولد؟ عم حاول اتعامل بشويه حذر. عمي بلش يخوفني على ميرنا، اليوم كان كتير معصب. لا تقلي بلش يهددك كمان. انا ما بتفرق معي تهديداته، بس عم حاول ما اجي على هاي الاماكن. ما لازم يشك انه كان لي علاقه بهرب ميرنا، ما بعود بقدر اخذ منه اي حكي. اصلا هذا الزلمه ما في داعي انه يحكي، الكل بيعرفوا شو هو وبيعرفوا كل شيء عم يعمل. طيب تعا خلينا نقعد شوي. مراد، ممكن تصير شغلات أسوأ بكتير من اللي متوقعينها. هو عم يحكي عن قتل كل البوسنيين، عم يحكي عن الانتقام كمان. لازم تنتبهوا من اليوم وطالع. انت ليش قلقان؟ اكيد نحن ما رح نضل قاعدين عم نستنى. مراد، الظاهر مانك حاسس بخطوره القصه. 80% من الجيش صرب، و40%
ومليان أسلحة بإيديهم، قنابل، دبابات، كل شيء سلاح بدك إياه. أنتوا شو عندكم؟ بشو بدكم تقاومون؟ عنا إيماننا وعنا حب الوطن. صدقني هالشغلتين أقوى من كل الأسلحة. خلص لا تقلق، أنا ماني الآن على حالي، هذا آخر شيء عم فكر فيه. أنا رح روح بواحد أدار على الاستفتاء، بس خايف من اللي رح يصير بعد واحد أدار. هلأ أنت ما في داعي تحط حالك بالخطر، كلياتنا بنعرف إنك معنا من جوات قلبك. إيه يلا أنا لازم روح، بدي جيب دواء لأمين. هات اسمه أنا بجيب لك إياه. ما في داعي. خلص مراد، هات الاسم، روحت يا أمن، هات. طيب. بنتك هي اللي خلت أمير يقتنع اليوم إنه لازم يبقى هون. إيه هاي بنتي، ما نحن ربيناها مش عن هيك أيام. وهاد شبو كمان؟ مستعجل مشان يكبر، مو عاجبه شغله. رح يجي يوم وتقولوا إنه كان معي حق، بكرة بتشوفوا. أنوار، ما حدا فينا عم يقول إنه ما معك حق، بس إذا عملنا هيك رح يصير وضع أسوأ بكتير. تيتو أعلن التعبئة العامة يا عصمت؟ لا لسه ما أعلن، نحن خبرناه وقال إن شاء الله عن قريب. إيه جهزوا حالكم، يلا روحوا جيبوا عدس ورز مشان حمصن وأعملن قهوة. والله هذا اللي كان ناقص. ماشي. أمي إذا قدروا يجيبوا المونة على بكير فينا نبلش بالتحضيرات؟ نحن رح نعمل كل شيء، أنتوا عنكم مدرسة. قلتي مدرسة؟ مدرسة شو هي أمي؟ إيه شو مفكرين لكان؟ حتى لو بلشت الحرب ما رح تتركوا المدرسة. يا أمي بس أمي. يا أولاد أمكم معها حق. وفاء بدها تيجي كمان بعد شوي، رح أعمل شيء للأكل. صفية خدي هدول المصاري لألمة، خبيهم بمكان منيح. أنا أعطيت أمير مصاري من شان المونة بابا. خير ما عملت يا ابني، ولما نلاقي فرصة رح نحاول نأمنه مرة تانية. إن شاء الله. بس يا ترى رح نقدر نجيب شيء مرة تانية؟ حبيبتي أنت يا روحي. لساتني مالي مصدقة، قلنا مع بعض ليلتين. صار لازم تتعودي، من هلأ ورايح رح يكون وشي آخر شي بتشوفيه وأول شي بتشوفيه. ما بدي أكتر من هيك. ما كان بدي تكوني معي بهي الظروف السيئة، بس إذا بتصبري رح أعملك العرس اللي بدك إياه. أنا ما في شي مضايقني أبدا، وطالما أنت معي ما رح أخاف من شي بهالدنيا. ماشي ميرنا، ما تتخيلي قديش بحبك. وأنا كمان. مرحبا عائدة. مرحبا. مراد هون شي؟ ايه جوا، تفضل فوت. ماشي. اهلا وسهلا ماركو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين ماركو. مساء الخير يا جماعة، جبت لها الدواء لأمينة. شكرا كتير ماركو، يسلموا ايدك. شكرا ماركو، الله يرضى عليك يا ابني. شو هالحكي، ما عملت شي، اي حدا غيري كان رح يعمل هيك. طيب تفضل. لا مضطر روح هلا، بشوفكم بعدين. بس سيارة صفوت كانت بمدخل الضيعة، شو صار؟ تركتوها هنيك قصدا؟ كيف نسينا هالقصة؟ صفوت كان راجع اليوم؟ ليش ترك السيارة هنيك يا ترى؟ معقول منشان ما حدا ينتبه عليه؟ بلكي فات من مدخل تاني على الضيعة، أو بيكونوا استنوه على الطريق ومسكوه. الله يستره. أنا رايح على بيته. استناني رح أجي معك. بابا بترجاك انتبه على حالك. لا تخاف يا حبيبتي ماركو، رجع أنت على بيتك بلا ما يصير معك مشاكل مع عمك من وراء. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. يلا باي. شكراً ماركو. وبعدين معك، اصحى على حالك بقى.
انت ما عم تفهمني ما هيك؟ لك انا اب او وقت اللي ضاعت بنتي من بين ايدي كان لازم تكون اب بالوقت المناسب. لو انك ربيتها مثل العالم والخلق ما كان صار معك هيك هلا. ايه بكفي بقى، مليت من اتهاماتك الي طول الوقت. من دون شيء انا متضايق كثير وعم بتعذب. تحرك شوي مشان تفيدنا بشيء. عن قريب البوسنيين رح يتركوا هاي الاماكن ويخلوا لنا اياها. هيك ها؟ شوف هذاك الزلمة اللي اسمه امير مقرر انه ينتقل من هون. الزلمة فهمان، يعني فهم اللي ممكن يصير له هو وعيلته. ايه وشو بدك يعني يعمل؟ يعني منجيب عيلة صربية ومنسكنها ببيته مثلا. كل بيت بوسني بيفطر رح نحط فيه عيلة صربية. ايه بس بلكي اجى حدا وصار بده. نحن ما حدا بيقدر يحاسبنا. اذا راحوا يشتكوا لمين بدهم يشتكوا؟ لصاحبنا الضابط؟ مصطفى لا تقول صار شي لصفوت. ليكونوا قتلوه بابا. ضاربينه كتير وزاتينه قدام بيته. طيب وهلأ وينه؟ أخذناه أنا ومراد على المشفى. رح يعيش بس رح يضل هنيك فترة منيحة. شفتوا شو صار؟ أنا عم قلكن أسلحة وأنتو... إيه؟ ما عاد بدي أسمع كلمة سلاح عم تطلع من تمك. بابا؟ طيب صفوت قايلن عن مكانهم شي؟ مو حاكيلن ولا كلمة. والله الشاب بطل، برافو عليه. هو بطل يا أمي، بس لو شفتي حالته شوي تاني كان رح يموت. إن شاء الله بيتكسروا إيديهن يا رب. آمين. حاسس حالي تعبان كتير اليوم. كيف ما بدك تتعب؟ رحتوا دفنتوا فيليب والاجتماعات وقصة صفوات، حتى أنا جسمي مكسر تكسير. الله يحمينا من الأسوأ يا ابني. آمين أمي آمين. إيه شوفي ما في كمان. شو قصدك؟ ابني حط كل شي على جنب، حاسستك متغير بالفترة الأخيرة. كيف يعني متغير؟ مراد لا تعمل حالك مفهمان، ما فيك تخبي عني شي. بعرف إنك عشقان. شو؟ أمي مبين علي؟ ما بعرف إذا غيري ملاحظ عليك، بس أنا أمك أكيد رح أفهم عليك. تالية بنت حلوة كتير وبنت عالم وناس وشاطرة كمان، يعني أنا برأيي إنكن لابقين كتير لبعض. أمي شو عم تحكي؟ يعني تالية رفيقتي وبس مو أكتر. عن جد؟ طبعا. يعني أنتو؟ نحنا؟ لا أمي ما في شي، نحنا بس رفقات. ما بعرف عنا بس من جهتي ما في شي تجاهها. فاجأتني والله، أنا كنت فكرة إنه يعني. لا أمي. إيه اللي لكان مين سعيد تلحظ؟ آه منك أنتي. ما رح أقول لك مين. آه ما رح أقول. ليش؟ بدي نام أمي، تعبان كتير. يلا بشوفك الصبح بكير. تصبح على خير. أول شاعر صربي كبير ومعاصر لقلنا بوليسلاف إليج، عدا عن الشعر الصربي أثر على الشعر الكرواتي كمان بالقرن 19، وأثر على شعراء مثل بوسكين ونيكوسكي. لا ليش شو صار؟ أما بالنسبة لأشعار ميليج، صبح مرت من قدامي من دون ما تطلع فيني، ناديت له وما ردت عليه. بأشعاره أكيد بيكون أبوها مأثر عليها شوي. رح تلاحظوا أفكار الدولة البوليسية وهي الأفكار قوية. مو معقول، يعني من إمتى ونحن طول الوقت نضل مع بعض؟ عايدة صفاء إذا عندكم شيء تقولوه خلينا نسمعه كمان. أنا آسفة كتير أستاذ. وين كنا؟ ميرا ولحتى يأمنوا الحرية السياسية. شو صاير لك أنت؟
ليش هيك صايره عم تتعاملي معهم؟ لحتى يأمنوا الحاله الاجتماعيه. صبحا حالك ما شفتيها؟ لا. وبالشعر الصربي ما انتبهت. عن جد ما شفتها. ميرا لا تكذبي علي. غير واضح. لما شفتيها درتي وشك فورا. وبالفتره الاخيره قولي شو القصه؟ لانه صار لازم نختار رفقاتنا بشكل احسن من اليوم ورايح. ما انك شايف اللي عم يصير بالضيعه؟ غير واضح. احنا ما لنا علاقه باللي عم يصير بنوب. بس لانه ماركو ما بيحبك وبيحب عائده. هي هي القصه. شو هالتخبيص هاد؟ ميرا اذا ما بدكم تنتبهوا على الدرس فيكم تطلعوا. بعد الفرصه منكمل من المكان اللي وصلنا له. يلا خلينا نطلع. لا انا ما بدي اطلع. فيك تجيب لي دفتره؟ ما كان لازم نروح. ما بعرف. يلا ميرا ممكن شوي بس؟ شوفي شو صاير لك انت؟ ما عم تطلعي بوشنا نحن التنتين من الصبح. لا بس يمكن ما انتبهت. يلا بدي روح على الكافيتيريا. بدك تجي ولا لا؟ شفتيها شو عم تعمل؟ خلص روقي عايدة، يمكن متضايقة من شي شغلة. لا تتضايقي. جدو خير يا مراد؟ شو هاللبكة هي؟ في شي مهم كتير. شو؟ قبل شوي حكيت مع ماهر، اجته خبرية. ايه؟ قال لي انه تحت اسم منع التسلح بين الناس رح يدوروا بكل البيوت على الأسلحة اليوم. ايه في بيتكم سلاح شي؟ ايه في بارودة صيد قديمة. جدي ما بدنا نخليهم ياخدوهم، وحتى خلينا نخبر الكل بسرعة قبل ما يجوا لهون. ماشي خلينا نطلع. يلا يلا. لا ما في شيء، اهدوا شوي وبعدين بخبركم انا. صفية فيك تجيبي لي كيس نايلة وحبل معه؟ يلا تعي تعي. سلاح يا ابني. شفتي كيف يا امينه؟ شعراتك صاروا مثل الحرير. شوفي وهلا رح نربطهم لورا هيك. حبيبتي داليا ممكن تعطيني هديك البكله؟ طبعا تفضل. شوفي شعرك صار حلو. حبيبتي جوعانه شي؟ شو رايك جيب لك رز بحليب؟ يا ريت مشان ناخد دواء كمان بعد الرز بحليب. رايح أجيبه. ماشي حبيبتي. أنا أجيت. أوه هاي جدي الملك هون كمان. أنا كم مرة قلت لك لا ترمي شنطاية بالصالون؟ لازم ندفع فاتورة الكهرباء.
يلا روح بسرعة وارجع. حاضر أمي. أنت مسكر الورشة بكير جدو، تعبان شي؟ ما في شي يا ابني، أنا كتير منيح. شو هاد؟ المصاري مو هون. بعد ما دفع مصطفى مصاري مشان الأغراض ضل شوي، رحت حطيتهم فورا هون وما لقيتهم هلا. استني شوي يا بنتي، بلكي حطيتهم بمكان تاني ونسياني. أنت دورت منيح؟ أنا حطيتها بهي. ليك الظرف فاضي، كانوا هون. شو هالقصة؟ بلكي مصطفى يلي أخدون. لو أخدون كان خبرني. أنوار شفت المصاري شي؟ أنا شو علاقتي أمي؟ حتى ما بعرف إنه المصاري كانت هون. هدول كانوا كل يلي معنا. شو رح نعمل؟ حتى شغل ما في. أنا رايح على غرفتي، عندي دراسة. استني شوي، استني. منحاول نعمل شيء، لا تزعلي فورا. راح نسأل عائدة ومصطفى كمان، بلكي هني اللي أخذوهم. ها، وهي مصطفى طلع. ريتو نعيما يا ابني. إيه والله. الله ينعم عليك. عملي لنا قهوة إذا بتريدي. مصطفى، أنت أخذت المصاري اللي خبيناه هون؟ أي مصاري؟ باسم الجيش اليوغوسلافي الشعبي لنمنع المدنيين من التسلح، فإذا كان عندكم أي سلاح سلموا. حضرة القائد، نحن ما عنا سلاح، وبالأخص مثل ما قلتوا حضرتكم نحن ناس مدنيين. فتشوا البيت جوا. قلنا لكم ما في عنا سلاح. أنوار، أنوار اطلع لبرا، يلا. فوتي على غرفتك، فوتي. اسمعك، قلع النازيين من بيتنا. Thank you.
صحة العساكر الصرب. صحتكم. صحتك. صحتك. كل العساكر منا ما هيك؟ أكثر من 80% من العساكر اللي بالجيش من عساكرنا. شي كتير حلو. عم يستناكم شغل كتير عن قريب، بتعرفوا ما هيك؟ وانتو كمان. ايه طبعا، نحنا الرب معنا، ايد بايد رح نخلص من كل البوسنيين. هذا العرق كتير طيب. اخي هو اللي عمله، بهذا المجال ما حدا بيطلع له معه. نحنا ببيوت الصرب بنشرب عرق ومنروح منحول بيوت البوسنيين لخراب. خربوا البيت لأنهم بس عم يدوروا على سلاح بالزور لحتى قدرنا نضب البيت بأربع ساعات. وعندي قاموا البيت فوقاني تحتاني، كسروا لي الصحون اللي كانوا لأمي الله يرحمها. أنا لما شفتهم للعساكر فكرت إنه في. طولوا بالكم، ما في شيء لازم ينزع مزاجنا اليوم. خليكم جاهزين لاستفتاء بكرة لو سمحتوا. طبعا هذا الحكي لكل اللي موجودين هون. بكرة راح يكون يوم تاريخي، وإن شاء الله بسنين اللي جاية رح نحتفل فيه على أنه يوم استقلالنا. إن شاء الله. إن شاء الله يا ابني. يا الله، يا ريت منقدر أنا وعائدة نستعمل أصواتنا. عائدة، عن جد ما فيكي؟ إيه، بقيان شهرين بس، يعني لو أنه بعد شهرين كنت مثلي مثلكم. يا حبيبتي، زعلت عليك كتير. لو سمعتوا حكي عايدة بالقهوة اليوم الظهر، رجال المشوربين ما بيطلع معهم يحكوا مثله، واثقة من حالها وجريئة. انت صار لك كل هالسنين بعيد، من شان هيك نسيت كيف هنن البنات البوسنيات. انت بتعرف انه بكرة يوم الاستفتاء؟ خلي جماعتنا يدوروا بالأماكن اللي رح يستعملوا فيها البوسنيين أصواتهم، خليهم يخوفوهم. ما بدي الساحة تكون فاضية، جهزوا كل شيء، فهمت؟ خلدون. نعم. لك انت وين عقلك؟ عم قلك كونوا جاهزين مشان بكرة. كل شيء تمام، نحن جاهزين. شو صاير معك؟ لهلأ ما لقينا أثر لميرنا، رجالنا عم يدوروا بكل مكان بس لهلا ما في اي اثر. خلص لا تقلق عليها. ليش؟ عندك شي خطه؟ طبعا عندي خطه، تكس رح يحل القصه. اليوم طالع كتير حلو. عن جد؟ وانت طالع بتجنني يا صفية. هدول الصرب يمكن ما يهدوا، خلينا نروح ونصوت على الاستفتاء برواق. ماشي؟ ماشي. عم تحكي معنا نحن؟ صفية امسكي هذا شوي. هاتي بابا. ها قلي. امي رح تكون بامانتك انت، لا تخليها تضرب حدا هنيك بالعصاية. أنور وينه مو مبين؟ طلع على المدرسة من بكير، قال رح يساعد الموظفين يلي على السندي. يلا لك، خلينا نطلع. يلا تفضل. يلا. هل لا تجيب المشاكل لحالك؟ عم تحكوا هيك ومالكن عارفانين إني رح أحميكم.
صربيين موتوا بوسنيين نحنا صربيين موتوا بوسنيين نحنا صربيين هي بلشوا شغلهم راح يبلشوا تحيا تحيا يا صربيا الكبرى الكبرى تحيا تحيا صربيا صربيا الكبرى الكبرى تحيا تحيا صربيا صربيا الكبرى الكبرى انت وين كنت تحيا انت عم تستنى صربيا صربيا الكبرى الكبرى تحيا تحيا 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 صربيا صربيا الكبرى الكبرى العوا يا بصنيين العوا يا بصنيين العوا يا بصنيين العوا العوا يا بصنيين العوا بصنيين العوا بصنيين العوا بصنيين العوا بصنيين العوا بصنيين العوا بصنيين جدو بلشوا بفرز الصناديق ما بدك تشوف؟ خلاص انت شوف شو النتيجة وتعال خبرنا ماشي لهلأ وضعنا كتير منيح كل شيء أصوات إلنا يا رب وأخيرا بعد كل هالفترة أول مرة بحس بحالي مبسوط بس الفترة يلي مرت كانت صعبة ايه لهلأ ما شربتينا قهوة يا صفية نسيت على النار هاي مرتي عشان ليش في حدا ما بيعرف؟ الله لا يفرق بيناتكم آمين آمين مراد بدنا نشوفك انت كمان مبسوط شو عم تستنى؟ ما عم تفكر بالقصة؟ أنا؟ أي أنا يعني بس يصير النصيب منشوف إن شاء الله إيه معك حق مراد كله نصيب طبعاً طبعاً شكلي ما رح أقدر نام للصبح ما رح أنام حتى تبين النتائج وأنا ما رح أتركك لحالك طبعاً الصرب لم يستعملوا أصواتهم بالاستفتاء لأنهم يريدون أن يبقوا تحت سقف دولة واحدة تأكدت الآن النتائج المنتظرة حسب آخر المعلومات فإن نسبة المنضمين للاستفتاء 60% أما الذين صوتوا بنعم في الاستفتاء فنسبتهم هي 98% الله يلعن البوسنيين الكلاب رح نقلوا هالمكان لجهتنا رح خليهم يتقلعوا تقليعة الكلاب مأمون طيب ما فيك تهدى شوي؟ ما في داعي للعصبية كل هالقد بدك يعني اهدى؟ نحن قديش حذرناهم من قبل قلنا لهم لا تقربوا على الاستفتاء قلنا لهم انه رح يوصل الدم للركب وما حدا سمع خليهم يتحملوا نتائج افعالهم والان سوف يصدر قرار الاستقلال بنتيجه تصويت 98% يا الله الف مبروك ربحنا الاول من اذار عام 1992 سوف يكون يوما لا ينسى في تاريخ البوسنة كلها انه اكبر نجاح واكبر امل نستحق ان يتحقق إنه خيار المحبين والمتعلقين بالبوسنة والهرسك هؤلاء الذين استعملوا أصواتهم من أجل وحدة واستقلال أراضي هذه الدولة هذا تاريخ سوف يكون هو التاريخ الذي يعلن استقلال البوسنة والهرسك بشكل رسمي الحمد لله فزنا جدو يعني هلأ خلصت الفترة السيئة؟ خلصت يا بنتي خلصت هلأ نحن صرنا دولة مستقلة ألف شكر إليك برافو وأخيرا أسفا شو يعني ربحنا الحرب؟ ربحنا الحرب طبعا ربحناها 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 يلا خلينا نطلع لبرا يا شباب ربحنا يلا خلينا نطلع يلا بس جواكيت يلا انوه تاني جيب جاكيتين ماشي يلا تحرب تحيا البوسنة والهرسك دولة مستقلة 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 تحيا البوسنة والهرسك دولة مستقلة
انا رايح اجيب امينه بلا ما تروح عليه. امي انا رايح اجيب وائل برجع معاه. ماشي بس انتبه لا تقرب على حدا انور. امي على القليله اليوم لا تقرب. العرب طلع على الطريق وجاي. البوسنة والهرسك فازت باستقلالها. أتمنى أن يكون استقلالاً خيراً على شعب البوسنة والهرسك. ممتاز، هلأ بيكونوا كل اللي بالضيعة نازلين على الشوارع عم يحتفلوا. يلا خلص ارتاحي شوي. لو أنهم عرفوا مكاننا كانوا إجوا لهون من زمان. واضح أنك ما بتعرف عمي، ما بيتراجع بهالسهولة، بيكونوا رجالوا عم بيدوروا علينا بكل مكان. خلص لا تخافي، نحن رح نروح على مكان كتير بعيد حتى عمك ما رح يقدر يلاقينا فيه. شغل معك رح تيجي معنا. لا ما رح اروح معكم، امشي انور. خليك.